محمد رسول الله لا إله إلا الله علي ولي. الحديث صفحة 84 يقول الذهبي: وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. اسمع يا شيخ وليد، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القصر. أبو بكر صديق لا مو صديق، إذن أثبت العصمة لأبو بكر. طيب وأثبت العصمة لحكام القصر يا شيخ وليد، ماذا استفدنا من عصمة أبو بكر شيخ وليد؟ ماذا استفدنا من عصمة عمر؟ ماذا استفدنا من عصمة عثمان؟ ماذا استفدنا من عصمة أهل بدر؟ ماذا استفدنا من عصمة الصحابة؟ ماذا استفدنا من عصمة حكام القصر؟ أي حكام قصر؟ سألت قلت لك من هم أولي الأمر في الآية؟ لم تجبني يا شيخ ولي. فبالتالي كل أسئلتك أجبنا عليها، فنكرر عليك إن شاء الله فقط آخر سؤال أتمنى تجاوبنا. ها موضوع الإمام الحسن اللي أنت حضرتك طرحته، أنت بعدك علي لو راح؟ أنا ما أدري بعدك تتكلم في موضوع الإمام الحسن لو راح موضوع الإمام الحسن، لأنه كان عندي فتبيه وتوضيح لموضوع الإمام الحسن. شيخ وليد حبيبي، مرة ثانية في المقابلة المقبلة، أول شيء اهدأ، أنا ما في بيني وبينك مشكلة، نعم نتصارع فكريا بس اهدأ خلي الناس تستهم وتستوعب.